السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم داخل المغرب وخارج المغرب، جميع خوتي كنسلم عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. معكم يوميات فاطمه اختها. كنشكركم اخوتي على التعليق ديالكم، كنشكر كاع الناس اللي انضموا للقناه، كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، شكرا لكم اخوتي. ولاول مره تيشوف القناه ديالنا ما ينساش يضغط على الزر باش يتوصل بالجديد ديالي انا اختي، وكملوا الفيديو حتى الاخر فضلا وليس امرا على هذا الموضوع اللي غنهضر عليه، وديروا لينا جيم فضلا وليس امرا، وكملوا الفيديو الله يزيدكم بخير على هذا الموضوع اللي غنهضر عليه، باش تعرفوني علاش غنهضر وتعرفوا الموضوع. الله يزيدكم بخير، وتعاونوا مع هذه السيده هذه اللي غنهضر عليها، الله يزيدكم بخير. تعاونوا مع ام ياسين، راه عندها واحد الوليد مريض ومداوي الاحتياجات الخاصه وعنده اعاقه، وكنتمنىكم اخوتي تعاونوا مع ديك السيده وتدخلوا عندها القناه ديالها وتعاونوا معايا. بغات غير اللي يدخل عندها القناه بالتعاون معاها بالبارتاج الفيديو وبالابوني باش يطلع لها الفيديو شويه. وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف، كنشكركم. وتعاونوا حتى مع الاخت ناديه قدار، حتى هي مسكينه عندها واحد الاعاقه وما كتقدش حتى توقف وما كتقدش حتى تمشى وما كتقدش حتى تهز ولدها من الارض. راني شفتها ومشيت عندها ودرت معها فيديو، عشت معها هذيك الحاله ديالها. ما نقولكمش اخوتي، ومشاو عندها شي واحد الاخوات حتى هما كنوجه لهم تحيه من هنا. كنوجه تحيه للملكه تي في، وكنوجه تحيه لسميتها، نسات لي سميتها تنتفكرها، رتيبه، يوميه رتيبه، حتى هي كنوجه لها التحيه من هنايا. مسكينه حتى هي معاونه مع ناديه قطار، مع ساكنه قريبه لها، وتتمشي مره مره عندها وتتعاون معاها. كنشكر هاد الاخوات بزاف بزاف اللي كيساعدوا ديك الحالات لا عندك لا ملكه تي في. وكنشكر بزاف بزاف الاخت سعاد في الكاريان، يوميه سعاد في الكاريان، ولا عالم سعاد في الكاريان، المهمه ديال القناه ديالها. كنشكرها حتى هي بزاف بزاف، كتهتم بهاد الناس وكتهضر عليهم كتهضر عليهم بواحد الحرقه، وما نقول لكمش اخوتي راه كتهضر عليهم بزاف. تنشكرها من هنايا وتنقول لها شكرا بزاف. خصنا اخوتي نهتموا بهاد الناس ونهضروا عليهم ونتعاونوا معاهم، من تعاونوا معاهم باش ما سخان الله تهضروا معاهم، تعاونوا معاهم فيديو نديروه عليهم، تعاونوا معاهم كاع نمشيو عندهم ونديروا معاهم فيديو بحال هاد القنوات اللي طالعين شويه، يمشيو عندهم ويديروا معاهم فيديو ويهضروا عليهم. وبزاف الحوايج باش تعاونوا معاهم، ماشي غير الا كانت شي حاجه نهضروا على شي قناه اللي هي طالعه واصله نهضروا عليها، لا، نهضروا على ديك القناه اللي مازال يلاه باديه وما عندهاش واحد المدخول وعندها اعاقه، عندهم مرادين مرادين بهذا المفهوم كنفهمكم، مرادين مساكن محتاجين الدواء، محتاجين الرعايه، محتاجين بزاف الحوايج. هذه دابا هاد ام ياسين عندها ديك الوليد مسكينه مريض مريض مريض، عنده واحد الاعاقه. تفرجوا في الفيديو، انا غنخلي لكم واحد المقطع من الفيديو باش تفرجوا فيه وتشوفوني علاش كنهضر. واللي ما هذه يمشي عندها، راه زعما كاينه المحل ديالها، وسيروا عندها وديروا معها فيديو وهضروا عليها خوتي، وراه حنايا مسلمين ونتعاونوا مع بعضياتنا، وهذا الشيء فيه غير الاجر وفيه غير الحسنات. اللي دار شي حاجه راه كيلقاها، راه غدا يوم القيامه تلقاو هذا الشيء كامل اللي كنديروا. راه حنا ما كرهناش نديروا كثار من هذا الشيء، ما مجهدناش، انا ما كرهتش ندير كثار من هذا الشيء، ولكن انا قناتي مازال ما طالعه شي، راه شي شويه مازال ما عندي زعما لا مدخل فيها، ما تنتخلص فيها ما والو، مازال ما زعما ما عنديش فيها شي حاجه على هاد الناس اللي عندي، على قد هاد الناس اللي عندي كنطلبهم يدخلوا عندها. هاد الناس اللي داخلين عندي كنقول لهم اخوتي دخلوا عند هاد السيده وتعاونوا معاها، هادشي اللي في جهدي انايا، ماشي في جهدي شي حاجه غنديرها اكثر، وكان لقيت ندير اكثر ندير. دابا هاد القنوات اللي طالعين بزاف وكيهضروا عليهم شي وحدين حتى هما طالعين، ماشي كيهضر على شي، هضروا على هاد الناس اللي ما عندهمش، هضروا على هاد الناس ذوي الاحتياجات الخاصه اللي مرادين اللي مخصوصين، هضروا عليهم شويه باش يطلع لهم القناه ديالهم، وسيروا عندهم وديروا فيديو. وتنقول حتى الناس اللي ما عندهمش القنوات ومتبعين هاد الناس يتبعوا حتى ديك الناس ويتعاونوا معاهم، واللي ميسر الحال يتعاون معاهم، واللي عنده يعطي، وهذا الشيء اللي كان اخوتي. وحنايا كنتعاونوا مع بعضياتنا، ما تنساوش ناديه قدر حتى هي اخوتي محتاجه بزاف بزاف، وخصها اللي تعاون معها باش تطلع لها القناه شويه. الله يجزيكم بخير، توصل بعدا غير تحقق الشرط الاول والشرط الثاني، وراكم عارفين اخوتي باش كتوصلي ل 1000 ابوني و 4000 ساعه راه صعيبه بزاف. تعاونوا مع اخوتي، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير اخوتي. ودابا غادي نخلي لكم واحد المقطع من الفيديو ديال ام ياسين، كنتمنىكم تكملوا الفيديو ونكون وتتبعوا الفيديو وتعرفوا الموضوع علاش هضرت. الله يجزيكم بخير، وكنشكر بزاف بزاف الاخت
عالم سعاد في الكارير انت كنشكرها بزاف بزاف، وكنشكر الفنانه ديالنا اللي هضرت على هاد الوليد هذا، هضرت عليه دنيا بوتازولت، كنشكرها بزاف بزاف اللي هضرت على هاد الوليد واهتمت به ومسكينه وتالمت من جهته وهضرت عليه، كنشكرها بزاف بزاف الفنانه ديالنا، هي عزيزه وزادت اعزاز دابا ملي هضرت على هاد الوليد هذا، كنشكرها بزاف بزاف. وهذا الشيء اللي كان اخوتي، هذا الفيديو درتو على ام ياسين، تنقول لكم اخوتي تعاونوا معها، الله يجازيكم بخير، تعاونوا معها غير بالمشاهده وبالبارطاج للفيديو وباللايك للفيديو باش يطلع لها، هي ما طالبه حتى شي حاجه، كتقول لكم غير شاهدوا لي الفيديوهات ديالي ودعموها شويه في القناه ديالها باش تطلع لها. وهذا الشيء اللي كان اخوتي، وحنا نتعاونوا مع بعضياتنا، حنا هاد القنوات الصغار الا ما تعاوناش مع بعضياتنا خصنا حنا نتعاونوا مع بعضياتنا باش يطلع شي، هادشي اللي كاين اخوتي، وشي يهضر على شي وشي يدخل عند شي، وحنايا مع بعضياتنا نتعاونوا، وهادشي اللي كاين. وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف، تنشكركم، وما تنساوش كيف قلت لكم تكملوا الفيديو، الله يجازيكم بخير باش تعرفوا الموضوع علاش غنهضر، الله يجازيكم بخير اخوتي، كملوا الفيديو وشوفوا دخلوا عند الاخت ام ياسين وعالمنا ديال قدار، الله يجازيكم بخير، هاد الجوجات هادو دخلوا عندهم، وكاينين ناس اخرين حالات اخرين ان شاء الله، دابا نعاود ندير عليهم فيديو ونهضر عليهم ان شاء الله. ودابا غنخليكم مع المقطع ديال الفيديو ديال ام ياسين، وبسلامة عليكم اخوتي، فيديو اخر ان شاء الله. الى الله محمد رسول الله، وانا كنشكر كل شي الناس وكنقول لهم الله يجازيكم بخير، القنوات الصغار كل شي يهضروا على ياسين، الجاليه المغربيه راه كلها متعاطفه مع ياسين. دنيا شكرا لك بزاف بزاف، ما بين القنوات الكبار كاملين، اي قناه كبيره ما كايناش اللي هضرت على ياسين، وما كايناش اللي تسوقت لناديه قدار، وما كاينش. كنقول الدنيا بوتازوت شكرا ليك، شكرا ليك الحبيبه ديالي، انت عزيزه والفنانه كبيره ديالنا وعزيزه علينا، ودابا كبرتي في عينينا وان شاء الله تكبري في عينين المغاربه كاملين. وشكرا لك حبيبه ديالي، وشكرا للناس كاع اللي تعاطفوا مع ياسين، وكلنا ياسين ونادي قدار، الله يسهل عليكم والله يعطيكم صحيحتكم والله يعاونكم، وشوفوا الفيديو. هادشي المغاربة خوتي، علاش كنقول لكم تعاونوا معايا، الله يرحم ليكم الوالدين، تعاونوا معايا على قتل هاد الدري باش نلقى باش نشري ليه الدواء، باش نلقى باش ندي مع الطبيب، باش نلقى باش نساعدو، باش نلقى باش نعاونو، باش نلقى باش نداويه، وباش نلقى باش نكون معاه. وهادشي علاش كنقول انا كيبقى فيا الحال على القنوات الكبرى، اشنو زعما اشنو غتخسرو الا جيتو ودعمتو شي مرا عندها وليد بحال هاك، شنو غتخسرو الا درتو فيديو ديال وليد بحال هاكا، بالعكس غادي ترابحو وغادي تستافدو معاه، وغادي تنتوما يكتب لكم الله الاجر، وغادي تساعدو هاد وليد وتساعدو راسكم. هداك الفيديو اللي غادي تحطو على وليد مريض الناس غيدعاو معاكم وغيشوفوه وغيقولوا لكم الله يرحم الوالدين، ولكن نتوما العكس ما كتقدروش تمدوا يد المساعده، ما كتقدروش. لهذا كنقول لكم خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات، تعاونوا مع الناس اللي محتاجين العون، تعاونوا مع الناس اللي دايرين قنوات باش يعاونوا وليداتهم وباش يداوي وليداتهم وباش يداوي رؤوسهم، تعاونوا مع الناس اللي كيحتاجوا الدعم ويحتاجوا المساعدة، تعاونوا مع الأمهات اللي عندهم وليدات كيباتوا شادين الليل عندهم كبلي كبنهار، اللي كتشوف ولدها كيتألم قدامها راه كتألم هي ألف مرة، ألف مرة كتألم، خصوصا اللي بحالي أنا كتخاف ماشي غير من الخنقة بحال هاكا وصافي، يعني كنخاف هاد الخنقة تمشي لي فيها الدم وتصدق خاسرة ولدي. هو مسكين كيطلع بيا بعيني راه كيقتلني، ما جعلت ربي شافك من عندو يا رب، ما يمكنش شي مغربي
او شي مغربيه او شي اخت او اخ تشوف هاد الحاله وما يمكنش تبقى شاده الفيديو عندها. كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو هاد الفيديوهات اللي كدير راها على قبل هاد الوليدين. وانا اي قناه طرا ليا شي حاجه لولدي انا عارفه، وانا اي قناه طرا ليا شي حاجه لولدي انا عارفه طرا ليا شي حاجه لولدي، راه حتى شي قناه ما نبغيها تهضر عليا، حتى شي قناه ما نبغيها تهضر عليا. شي قناة نبغيها تدوي على ولدي الا طرات ليه شي حاجة، ولا نسيب شي قناة تهضر على ولدي الا ما هضرتش على حماية دابا، ولا ما وقفتش معايا دابا، ولا ما دعمتنيش دابا، ولا ما هضرتش عليا دابا. راه حتى شي قناة ما نبغيها تهضر ليا على ولدي ولا تهضر عليا الا طرات شي حاجة لولدي. شنو كان بحال ما عرف شنو بغيت نجي نديرو لينا، فعلا انا في الاول كنت ما باغاش نتوجه للصحافه، لكن دابا مبقاش عندي بالي، مبقاش عندي الحل، ما يمكنش نبقى نتفرج في ولدي، ولدي كيدعم بيني ليا، ولدي محتاج بزاف ديال الحوايج، يعني واحد الدواء كيدير 700 ريال قرايه، انا ما شريتوش ليه باش يعوض الدم ديالو، كاين بزاف ديال الدواء اللي ما كنقدرش نشري ليه، يعني ما يمكنش ديالي باش غنشري ليه، ماشي ما كنش كنت كنشري لي، ولكن حكمة الظروف باش نحبس من الخدمة، والخدمة ديال راجلي الدورات هي اللي خلاتني بحال هكا. فيكم شوي ديال الرحمة وتكون فيكم شوي ديال الإنسانية، حنا ما بغيناش نصنعوا السوار، حنا ما بغيناش نديروا الديور، حنا بغينا باش نشريو عيل وليداتنا الدواء، حنا بغينا باش نديو وليداتنا للطبيب، حنا بغينا باش نعيشو وليدي، صافي هادشي هو اللي بغيت، انا بغيت عير لولدي باش نقدر ندي الطبيب حتى انايا، ونقدر نلقى باش نشري ليه الدواء، ونلقى باش نساعد، ونلقى باش نعاونو. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين لما تبارطاجيو الفيديو ديالي، راه عندكم اجر.